في هذه الحياة التي جيء بنا إليها من دون اختيار منا ونرحل عنها من دون اختيار منا، قوانين حقائق لا يمكن تجاوزها. هنالك أمور لا نملك خيارا فيها، أن الله خلقك بشرا ولم يخلقك طيرا، وأن الخالق خلق الكون لهدف. أنت وأنا جيء بنا إلى هذه الحياة ونرحل عنها، وكما ذكرت من دون إرادة منا لأهداف معينة. ما هي تلك الأهداف؟ بينها الله عز وجل عن طريقين: عن طريق وجدانك، ضميرك وعقلك اللي يقول لك هذا خير هذا شر، هذا صلاح هذا فساد. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مليون عذر جيب لنفسك، لكنه تعرف الحق من الباطل والخير من الشر، هذا تعرفه وجدانك يعرفه. هذا الجانب. جانب الثاني: خلق الله أنبياء وأولياء وأوصياء للأنبياء لكي يبلغ الناس رسالات الله. ما يقوله النبي موجود في وجداننا، في ضميرنا، ولذلك نؤمن به. يعني نؤمن بالنبي نشوفه صادق. ليش؟ لأن ما يقوله صحيح، ما قال فرشي غلط. هذه أكبر معجزات الأنبياء، أنهم قالوا للناس ما يعرفون،